إنك وين كن يا كلاب؟ يا دواب العمى ليش لحد هلا ما حدا دق لي؟ إنك تبقوا يا كلاب لحتى تهدوا أعصابي. فوت يلا حاولني شرم على الدقيق. ها على يدك يعني مشان تشوف وين هاي ديكا. هاي الخمس ملايين يسلم في ايدك. ما تزعل مني بلا منقوديه. ما بتاخذ مليم واحد لحتى توقع لي هون على وصل. لك ما بوقع على شيء. شو الحكي الفاضي اللي عم تحكي معي؟ اوقع؟ لا فاضي ولا مليان. الله يرضى عليك، هذا الوصل مو لبيت ابي، هذا الوصل لخالد بيك، ترى بينخرب بيتي. ها لك شو انت اجدب؟ ما بوقع على شيء. هلا بحكي معه، بتصل فيه ولا قبضت؟ هيك بنتعامل نحن. طب لسانك يا قبضاي ولا ترد الحكي. الله يرضى عليك. ها شو اجدب ما اجدب؟ اسمع، لا حول الله، مليم واحد ما بتاخذ مني لحتى تتصل فيه وانا اسمع صوته واحكي معه. شرف الو. مرحبا خالد بيك. ايه كله تمام، مرقوا البرادات والامور بخير. مين؟ رؤوف. ايه هون طبعا، تفضل. شرف علينا معلم. لا مرق شيء ولا شفت شيء. لك شلون ما مرق شيء؟ ما شفت كل شيء بعينك؟ مو كل شيء تمام وخالص؟ ماشي معلم، يعني ما يوقع على الوصل. حاضر معلم، الله معك. طمنت؟ لك مو قال لك قبضه؟